ما بين الأسود والنمور والدببة والكثير من أنواع الحيوانات المفترسة، يمارس سامر الحمصي هوايته بتربية وترويض المفترسات كنوع من الشغف الذي تطور معه منذ صغره، ووصل لمرحلة جمع هذا العدد من الحيوانات والاهتمام بها يومياً. هلا هي الهواية كانت بقطة، وبلشت لما شفت شلون القطة شلون بتربي أولادها شلون بتخاف عليها، طورت معي بحيوانات مفترسة، ولما ربيتها لقيت فيها عاطفية. هي مفترسة بس لما بتشوف شلون عم تخاف على أولادها، لما بتشوف شلون لما بربيها شلون تتعود عليه، يعني لقيت فيهم حنية كتير حلوة. يحتوي هذا المكان على أنواع نادرة من الحيوانات كالدب السوري والأسد الأبيض والنمور والكلاب والطيور بمختلف أنواعها، ويعتبر سامر أن تربية الحيوانات المفترسة منذ صغرها أمرا يسهل عملية التآلف معها وترويضها مهما كبرت وبلغ حجمها. هلا أي نوع حيوان مفترس إذا بتربيه من صغره بيطلع أليف لصاحبه، أما الحيوانات اللي بتجي كبيرة هي بتضل مفترسة. أنا بحب الحيوانات كتير، وبجي كل يوم مع عمي سامي بتعلم منه كيف بيربيهم بيروضهم بيعالجهم بفتل معه وبتعلم منه كل شيء، فوت عند اللبوة بلعبها. رغم الصعوبات التي واجهت الحمصي في تربية المفترسات، إلى أنه أوجد لغة تواصل فيما بينهم ليتخطاها عبر تعلم أساليب تربيتها وعلاجها وتقديم جميع ما يلزمها. كان بالأول في صعوبة إنه هون عنا ما في طب يعالج الحيوانات المفترسة، بعدين تعلمت أنا صرت عالج، أنا بضرب إبر الحيوانات، إذا اضطر مرض حيوان بعالجه ما عاد في صعوبة. بالأول كان في صعوبة. ربما لا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان حين اقترابه من حيوان مفترس، ولكن هنا في مزرعة سامر الحمصي للحيوانات بدمشق يمكن أن نجد أنه خلق حالة غريبة من التآلف بين الحيوانات المفترسة والبشر لدرجة يصعب وصفها بأكثر من هذا المشهد. حمد طوالبة، الغد، دمشق.